ابطالنا المميزين، ابطالنا الحلوين، ابطال اولى اعدادي، اهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد من فيديوهات قناة دروس بلاش. معكم مستر وجد نبيل. النهارده ان شاء الله فيديو قصير عن مواصفات امتحان شهر اكتوبر 2024 يا ابطال سنة اولى اعدادي المنهج الجديد. ان شاء الله يكون عندك اختبار شهر اكتوبر اللي هو امتحان الاول عليه 15 درجة يا ابطال. هيكون عبارة عن 3 اسئلة، السؤال الاولاني listening عليه 4 درجات، السؤال الثاني choose عليه 5 درجات، السؤال الثالث complete the sentence with the correct form of the word or words in brackets عليه 6 درجات. بس خلي بالك ده هيكون 3 جمل بس، خلي بالك دول 15 درجة. انا هشرح لك دلوقتي ال 15 درجة دي فين من ال 70 درجة اللي هي اعمال السنة. طبعا احنا كمدرسين عندنا السجل ده اسمه السجل التقويم التربوي الشامل طبقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2024. ال 15 دي فين يا مستر وجدي؟ اقول لك انا، طبعا عندنا السجل هنا بيبقى مكتوب اسم الطالب، اسم حضرتك يعني، وبعد كده انا هدي نموذج لشهر اكتوبر اللي يمشي على اكتوبر، يمشي على نوفمبر، يمشي على ديسمبر ونكمل. عندنا اكتوبر عندنا اختبار اسبوعي اول يا ابطال انتوا امتحنتوه عليه 5 درجات، وبعد كده اختبار اسبوعي تاني عليه 5 درجات، اختبار اسبوعي تالت عليه 5 درجات، اختبار اسبوعي رابع ان شاء الله عليه 5 درجات، وبعد كده في مواظبة وسلوك 10 درجات، وبعد كده كراسة الواجب 10 درجات، المجموع كده ايه 40. اللي يسري على اكتوبر هيبقى نفس الكلام على نوفمبر، وبعد كده على ايه على ديسمبر هيبقى المجموع الكلي عندنا 40 هنا و40 هنا و40 ايه و40 هنا، وبعد كده ناخد مجموع الثلاث شهور كده يبقى 3 في 40 يبقى 120 درجة. المتوسط ناخد المتوسط هنقسم ال 120 على 3 يبقى يطلع لنا ايه ادي اول ايه يبقى كده 40 درجة. الاختبار الشهر الاول اللي احنا بتاع الفيديو بتاع النهارده ده هتمتحن مرتين، اختبار شهري رقم واحد هيبقى عليه 15 درجة، واختبار شهري تاني هيبقى عليه 15 درجة، يبقى دول كام يا بطل؟ دول 30 درجة، يبقى عندك ادي ال 30 وادي ال 40 يبقى كده 70 درجة اعمال السنة. امتحان اخر السنة بقى مالكش دعوة السؤال ده كام وكام وكام والقصة دي، المهم امتحان اخر السنة هيبقى ايه عليه 30 درجة، يبقى ادي 70 و30 شهادتك كده منورة كده ب 100% ان شاء الله. نبدأ نرجع اقول لك انا التفاصيل على السؤال الاول والثاني والثالث. عندنا هنا السؤال الاولاني بيكون سؤال listening هنتدرب عليه دلوقتي. طبعا معلش هي كلمه 40 ما اعرفش هم كاتبينها غلط، اف او يو ار تي واي، a text about 40 words، هنا 40 المفروض اف او ار تي واي، معلش يا جماعه كلنا نغلط ما فيش مشكله. ده السؤال الاولاني بيكون listening، تستمع لنص استماع كده اهو زي ما احنا عاملين كتير على القناه، والسؤال ده بيكون عليه 4 درجات، ما حدش يغلط فيه اطلاقا يا ابطال. عندنا بعد كده choose the correct answer from A, B, C, or D، عندنا 5 جمل عليهم 5 درجات، وطبعا دي خاصة بالجزئية الكلمات. وبعد كده يكون سؤال ثالث اللي هو تصحيح الخطأ، طبعا انتم متدربين عليه كتير، هيكون عليه 3 جمل عليهم 6 درجات، يعني كل جملة بطل عليها درجتين، لازم تركز في جزئية الجرامر. يبقى عندنا السؤال الأول عليه 4 درجات، السؤال الثاني عليه 5 درجات، السؤال الثالث عليه 6 درجات، ودول كده 15 درجة يا أبطال. إن شاء الله تكونوا موفقين وتحلوا امتحان كويس غالبا هيبقى الأسبوع اللي جاي، النهارده 18/10/2024. هقول لك طبعا جزء listening أنا مدي لك نموذج من كل حاجة، هنا عندي listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هقرأ لك النص، طبعا النص بيتقري لك في المدرسة once or twice، يعني مرة أو اتنين مفيش مشكلة، وبعد كده تحل الأسئلة. طبعا محدش إطلاقا يغلط في هذا السؤال. هقرأ لك جزء listening مرتين وبعدين نحل. Hi, I am Omar. This summer was great. I played football every day. At first, I played with my neighbors. Our street is quiet and very safe. We had a lot of fun. Again, hi, I am Omar. This summer was great. I played football every day. At first, I played with some of my neighbors. Our street is quiet and very safe. We had a lot of fun. نبدأ نحل يا أبطال، والأربع درجات أنا عارف إنه هاي دي مضمونة. Number one, how was Omar's summer vacation? Great, tiring, nervous, famous. طبعا هنا عندي great والسؤال ده سهل جدا. Number two, what sport did he play every day? Chess, tennis, football, volleyball. يبقى عندي هنا إيه football. Number three, who did he play with?
teachers, friends, sisters, neighbors. طبعا الإجابة إيه؟ neighbors. Number four, how is Omar's street? Dangerous, quiet, safe, both B and C. طالما قال لك both B and C يعني كأنك هتختار quiet and safe. وإن أصلا في جزئية listening قلنا إيه؟ أو قلت إيه؟ Our street is quiet and very safe. فبالتالي هتختار A D. السؤال ده عليه 4 درجات يا أبطال. وهنا كده السؤال الأول كده ضمناه يا مستر وجدي، مش هنغلط فيه. خلي بالك أنا عايز أقول لك على حاجة على القناة، في أول تعليق على هذا الفيديو لو نزلت كده هتلاقي أكثر من رابط، في رابط هيوصلك لقائمة التشغيل فيها شرح وحل تدريبات كتاب الأضواء. خلي بالك نزلنا دلوقتي أو عملت 18 فيديو لغاية دلوقتي، وبرضو في رابط وقائمة التشغيل شرح وحل تدريبات كتاب المعاصر، برضو في 13 فيديو قبل كده. وبعد كده في فيديو خاص بـ how to write a paragraph, how to write a review, how to write a biography and how to write an email، في 42 فيديو. طبعا ده بالإضافة للجزء الخاص بمدارس الأزهر الشريف. نيجي بعد كده يا أبطال هنا choose the correct answer from A, B, C or D، وده بيختبرك يا بطل في جزئية الايه، في جزئية الكلمات. هيدي لك 5 جمل وعليهم 5 درجات. طبعا هدي لك مثال لان القناة عليها كتير كتير، يعني انا كنت ناوي ادي لك اقول لك المواصفات بس، بس قلت ما فيش مشكلة يا مستر وجدي ناخد فيديو كده لمدة 10 دقايق مثلا، نقول فيه سامبل كده موديل علشان الابطال يحلوا ويجيبوا درجات نهائية. عندنا نمبر 1، the view from the top of the mountain was space. I loved it. يعني المنظر من قمة الجبل كان ايه؟ اكيد كان حلو بقى، طالما I loved it يعني كان رائع. عندي horrible يعني فظيع أو شنيع، عندي amazing رائع والإجابة السليمة talented يعني موهوب، عندي ugly يعني قبيح. بعد كده عندي number 2، can you help space with setting the table for dinner؟ عندنا prepositions out, at, about, on. خلي بالك prepositions تعتبر من اختبار في الكلمات مش اختبار في الجرامر. can you help؟ طبعا عندنا حاجة اسمها help out. help out يعني يجهز او يساعد في تجهيز كذا، help out تحضير او تجهيز السفرة for dinner للعشاء. طبعا مش اختار at, about or on. number 3، I always wear gloves when I space letter from the street. انا دايما برتدي الجوانتي الجلوفز لما ايه انا اعمل ايه القمامة، قلبك letter هنا قمامة from the street. طبعا اكيد عندما لما بجمع الحاجة دي لازم البس جوانتي. solve يحل، repeat يعني يكرر، عندي mention يعني يذكر شيء، عندي collect يعني يجمع او collect or pick up يعني الاثنين صح، يبقى انا عندي collect. number 4، كريم space many prizes for his great work. يعني كريم ايه اللي حصل بقى جوائز كتير عشان لشغله الرائع الرائع ده. عندي grew يعني زرعة، عندي felt يعني شعرة، عندي designed يعني صممة، عندي won وهي الإجابة الصحيحة، won يعني كسب أو ربح، كسب كثير من الجوائز لعمله الرائع. بعد كده number 5 والجملة الأخيرة، قاضي space at the local recycling center during the summer. يعني قاضي الverb المناسب هنا repeated، كررت، changed، غيرت، checked يعني فحص، volunteered or volunteered، الكلمة دي لانه تقول صح، volunteered or volunteered، تطوع في المركز التدوير المحلي أثناء الإجازة. السؤال ده عليه أبطال كم درجة؟ 5 درجات. نيجي بعد كده السؤال الثالث، طبعا هنا هيبقى ده رقم 2 بس في الكتاب يعني عندي، لكن هو السؤال رقم 3 في الامتحان. complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. تصحيح الخطا يا بطل. خلي بالك هو يجيب لك 3 عليهم 6 درجات، بس انا قلت لك ايه ادي لك 6، ده 6 ده من عندنا يعني، لكن هو في الامتحان هيبقى 3. بس المشكله يا بطل الخطا بدرجتين، مشكله ان شاء الله ما يكونش في مشاكل. عندنا اول جمله هنا، our neighbors space buy new furniture for the house a week ago. خلي بالك الجمله دي في الباست سيمبل، في الباست ايه؟ في الباست سيمبل، يبقى هنا عشان كلمة go يبقى لازم يبقى buy، هتبقى بـ boat، يبقى our neighbors boat. طبعا انت يا ابطال خدت جزئيات الجرامر في يونت 1 ويونت 2، في الغالب الامتحان هيكون في يونتس 1 and 2. هو لغاية دلوقتي النهاردة الجمعة يعني 18/10/2024 ما قالولناش صراحة يعني، لكن هو في الغالب هيبقى يونتس 1 and 2. طبعا انت خدت جزئية الباست سيمبل في يونت 1، خدت معاها adverbs of frequency ظروف التكرار with the past simple tense، وخدت في يونت 2 برضو خدت الديترمينرز المحددات واللي هي ماي ويور وهيز وهير واور وذير واتس، وخدت برضو جزئيه البوسيسيف اللي هي الابوستروفي اس او الاس ابوستروفي بالاضافه لجزئيه كان اند كانت.
نيجي بعد كده نمبر 2، سلمى فيزيتد هير جراند ماذر سبيس ويكند. طالما هنا فيزيتد يا ابطال، كلمه خلي بالك فعل في الماضي، يبقى هنا ما ينفعش اقول نيكست ويكند، فبالتالي هنا هتبقى ايه؟ لاست ويكند. نمبر 3، لاست يير اي سبيس نوت ترافل تو الكسندريا، اي ونت تو هورجادا. خلي بالك الجمله دي منفيه، نفي الماضي البسيط، خلي بالك يبقى ديد نوت زائد الفعل في المصدر الا اذا كانت فيرب تو بي ووز اور وير. فبالتالي هنا last year I did not travel to Alexandria, I went to Hurghada. Number 4, space where they swim in the lake last weekend. برضو دي جملة في الماضي البسيط هنا، يبقى ما ينفعش أقول where، ما ينفعش أقول verb to be، لأن لو verb to be هنا هيبقى هنا فاعل، هنا هيبقى في صفة أو فعل مضاف لـ ing أو preposition حرف جر. طبعا swim هنا دي infinitive، طالما هنا infinitive وقبلها فاعل، فبالتالي هنا السؤال بهل يبقى إيه؟ did. Did they swim in the lake last weekend? بعد كده number 5, the boys space not clean their room this morning. It was dirty. يعني الأولاد ما نظفوش الأوضة بتاعتهم هذا الصباح. خلي بالك أحيانا كتير بتبقى this morning كلمة دالة على الماضي البسيط، وخلي بالك لو أنت مش متأكد إن هي دالة على الماضي البسيط، عندك هنا it was dirty. It was dirty كانت قذرة أو متسخة، برضو دي ماضي بسيط، يبقى بالتالي هنا جملة منفية، يبقى هنا the boys did not or didn't clean their room this morning. It was dirty. آخر جملة يا أبطال، عندك Columbus Space Bay in America in 1492. خلي بالك هنا عندك verb to be، طالما verb to be يبقى was or where في الماضي. إيه الدليل اللي هو في الماضي يا مستر؟ Columbus. حتى لو ما عجبكش Columbus وتقول لي ماضي ولا مضارع، هقول لك الزمن ده السنة دي 1492 1492، فبالتالي دي هتكون ايه؟ طبعا في الماضي ايه البسيط، يبقى كولومبس واز ان امريكا ان 1492. ما تنسوش دعمكم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه يا ابطال، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وبرضه لو ما عجبكش الفيديو اضغط لايك. ثانك يو.